برحب بحضراتكم كل مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. هنكون معاكم للحظات، لدقايق، لبضع وقت. هنتكلم معاكم من مكان بتحس فيه براحة غريبة وعجيبة من أول ما تدخلوا، مكان تحس فيه بقدسية، لكن القدسية دي مش لأنها مجرد كنيسة، لكن لأن المكان اللي احنا موجودين فيه النهاردة زاروا السيد المسيح الأرض اللي احنا واقفين عليها أو قاعدين عليها، اتبركت بأقدامه لمدة أكتر من 6 شهور تقريبا وخمس أيام. احنا النهاردة معاكم من داخل الكنيسة الأثرية بدير القديسة العذراء مريم المحرق. لكن الحقيقة الكلام عن الدير والكلام عن الكنيسة عمره ما بيخلص، والأحاسيس والمشاعر اللي احنا حسيناها في الوقت اللي موجودين فيه هنا مهما وصفناها مش هنقدر نعبر عنها، لكن كل إنسان بيدخل المكان ده هيحس بالمشاعر دي، هيحس بالهدوء وبالسلام وبالراحة مهما كانت أوجاعه ومهما كانت متعبه. احنا النهاردة معاكوا عشان نتكلم عن مفهوم استلمناه من رب المجد، استلمناه من أبائنا الرسل. تعالوا نفتكر كلمات السيد المسيح اللي اتكلم فيها مع بطرس لما مش بس أمره لكن طلب منه، قال له ارعى خرافي. ارعى خرافي اتقالت مرة واثنين وتلاتة. السيد المسيح سلم تلاميذه الخدمة، سلم تلاميذه عصا الرعاية، السيد المسيح استأمنهم على كل أنفس المؤمنين اللي دخلوا الإيمان. الراعي رجل الله المسؤول عن الخراف، المسؤول عن الرعية، المسؤول عن أنه يدور على الخروف الضال، المسؤول عن أنه يطبطب على التعبان، المسؤول عن أنه يساعد المجروح أن جرحه يلتئم. مش بس بيكون مسؤول عن أسرته أو مسؤول عن مجموعة من الأباء اللي عايشين حواليه ولا حتى محيط كنيسته، لكن دايما الرعاية بتمتد أكتر وأكتر لكل إنسان يحتاج الخدمة والرعاية. النهاردة هنتكلم عن الخدمة، عن الرعاية، لكن في حياة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجوقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق. أهلا بك سيدنا، و أهلا بيك. يعني احنا اللي في ضيافتكم، وانا بشكر نيافتك جدا على استضافتكم الجميله والغاليه علينا في الدير، وسعداء جدا بيها. والنهارده مع نيافتك يمكن احنا عايزين نقرب من نيافه الانبا بيقول اكتر، نتعرف عليه اكتر، ونخليه يكلمنا عن فكره في الرعايه والخدمه. واحنا عارفين ان كمان خدمه الدير مش بس للاباء الرهبان داخل الدير، لكن الخدمه ممتده كمان لمحيط اكبر من كده. تفاصيل كتير نفسنا وكل اكيد الساده المشاهدين نفسهم يعرفوها عن نيافتك، عن ابينا الاسقف اللي استكمل مسيره نيافه مثلث الطوبه الانبا ساويرس. حاجات كتير قوي، لكن اسمح لنا مع نيافتك ومع كل الساده المشاهدين نخرج لفاصل ونرجع نبدا معاكم لقائنا الخاص والحصري على شاشه قناه سي تي في. توجه بالشكر لربنا اللي هو اختارني أنا غير المستحق لهذه الكرامة التي لا أستحقها. أشكر الله كثيرا على نعمته علي، وكنيستنا القبطية تعلمنا أن احنا نشكر ربنا في كل الظروف وفي كل الأحوال. برحب بحضراتكم مرة تانية وإحنا بنستكمل كلامنا أو بنبدأ كلامنا عن الرعاية. الراعي، الأب، الخادم، الوكيل، الباني، الشاهد. الحقيقة صفات كتير جدا لو اتكلمنا عن الراعي بنلاقيها داخل المحتوى الكلمة دي بتعبر عنها، لكن النهاردة عايزين نشوف الرعاية والخدمة في حياة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيقول. برحب بنيافتك مرة تانية سيدنا. احنا بنرحب بيكم في دار المحرق، واهلا بيكم يا هبة. اهلا بيك سيدنا. اهلا بكل أسرة سي تي في طبعا. اتمنى ان يعني صدر نيافتك يتسع لاسئلتنا النهارده، واحنا عايزين ندخل شويه في حياه نيافه الانبا بيقول الشخصيه وذكرياته، نبتدي معاه من طفولته. دايما الطفوله بتشكل شخصيه الانسان بعد ما بيكبر، نشاته، تعامل والديه معاه، ارتباطه بالكنيسه، حاجات كتير قوي بتشكل شخصيه الطفل لما يكبر ويبقى انسان مسؤول. لو قلنا طفوله نيافه الانبا بيقول كانت ايه؟ طفولة عادية لأي طفل، اتولد في بيت مسيحي ملتزم بيشجع أولادهم على أنهم يروحوا الكنيسة ويتحلوا بكل الفضائل المسيحية.
أنا اتولدت في قرية اسمها قرية بهجورة تبع مركز نجع حمادي محافظة قنا، من أسرة مكونة من 5 إخوات، أنا ترتيبي وسطهم الأخير، آخر العنقود يعني، فيعني كنت متدلع شوية. اتولدت في البيت كان ملاصق للكنيسة اسمها كنيسة مرجرجس الكبرى ببهجورة. من طفولتي ومن نعومة أظافري إن أنا كنت ملتصق بالكنيسة، وتقريبا كان يومي كله في الكنيسة يعني في الأجازات وكده طبعا يعني. واتولدت في 31 أكتوبر سنة 1966. اتعلمت في مدارس بهجورة، مدرسة منيرة تكلة في الابتدائية والإعدادية، وبعد كده في ثانوية عامة أو في ثانوي مدرسة داود تكلة الثانوية. التحقت بكلية التجارة جامعة أسيوط وخلصت سنة 1988 يعني. في الفترة دي كلها نفس الأسلوب ومنهج الحياة من الطفولة، الارتباط بالكنيسة. الارتباط بالكنيسة طبعا، لأن احنا ارتبطنا بالكنيسة فعلا من صغرنا، وكنا نحب الكنيسة، وقتنا كله للكنيسة والخدمة طبعا. يفتح كنت طفل شقي هادي، يعني بما ان انا كنت الطفل الاصغر او الابن الاصغر. لا ما يعني مش شقي قوي يعني، لكن الشقاوه العاديه المقبوله يعني. يعني من طفولتي اعتقد ان انا كنت هادي يعني الطبع. يمكن يعني سؤالي لنيافتك، لان الطفل لما بيكون شقي وبيشوف عقاب من الاب والام، اصل بيتشقى في الكنيسه صوته عالي في القداس، طب انا هحرمك من انك تروح مدارس الاحد. طريقه التعامل مع الاطفال الاكتف شويه حركتهم كتير، الاب والام بيبقوا معترضين على سلوكهم داخل الكنيسه، بيتسبب في نتيجه عكسيه، يعني بيخلي الاطفال يبعدوا عن الكنيسه. لا انا كنت هادي الحقيقه، مش شقي ولا حاجه. واسرتي الحقيقه كانت دايما تشجعني انه اروح الكنيسه، وطبعا كل الفضائل المفروض الطفل يتحلى بيها بيشجعوني عليها طبعا، ويشجعوني بالاكثر ان انا يعني اكون مواظب على الكنيسه واكون يعني دايما في الكنيسه وكده. فالحقيقه اسرتي ليها دخل كبير في نشأتي وتربيتي طبعا، يعني ان انا اكون ملاصق للكنيسه واحب ربنا من صغر يعني. خطوه الشموسيه جت في مرحله مبكره يعني في الطفوله، ولا جت بعد كده في الشهر؟ لا انا افتكر ان انا حقيقه رسمت شماس وانا سني كبير، تقريبا كنت في سنه ثانيه كليه التجاره، الكلام ده سنه 1986. فترسمت وانا طالب في سنه تانية في كليه التجاره، بس اعتقد من ساعه ما ترسمت شماس وانا فعلا برضو التزمت بالشموسيه، كنت اصلي في الاسبوع يمكن 3 ايام، يوم الاحد ده شيء اساسي، والجمعه والاربع. فبعد ما خدت يعني وزنه الشموسيه الحقيقه التزمت بيها، وكنت البس دايما شماس في الكنيسه يعني. قد ايه اعداد من الاطفال ومن الشباب اللي بيترسموا شمامس، لكن مش الكل بيحس انها وزنه. لا الحقيقه طبعا اي حاجه بياخدها الانسان يعتبر وزنه، المفروض يتاجر بيها. لان انا ابتسمت شماس يعني لازم التزم بالشموسيه، اروح الكنيسه بدري، ما ينفعش اروح الكنيسه متاخر زي اي حد. الكتاب بيقول الذين يبكرون لا يجدونني. اشوف اي عمل يكلفني بيه ابونا كنت احيانا اعمله وانا فرحان ومبسوط، مش لازم العمل ده يبقى ظاهر او كده يعني. الشموسيه خدمه لاي شيء في الكنيسه يعني. والتونيا ما تتركنش بقى بالشهور وبالسنين على ما الواحد يفتكر ان هو يلبسها او انه ترسم شماس، فهي مسؤوليه ووزن. التونيا لازم تستهلك بسرعه عشان نعمل واحده تاني بقى من كتر اللبس فيها طبعا. فلا الشموسيه دي وزنه الحقيقه، لازم الانسان يتاجر بيها ويربح بيها طبعا. وممكن تكون دي نقطه الانطلاق او نقطه البدايه. سيدنا فتره الدراسه في الجامعه، ويعني قدسك نيافتك كده كنت مغترب، الشباب وهو بعيد عن الرقابه، بعيد عن البيت وعن الاهل، احيانا السلوك بيختلف، الخروج، السهر، الاصدقاء. الفتره دي في حياه نيافتك كانت عامله ازاي؟ يعني هل في حد معين من الاباء احتضن في الفتره دي حياتك او فتره الشباب دي، بحيث انه برضو هفضل في حضن الكنيسه حتى وانا بعيده عن عيلتي وعن اهلي؟ صدقيني افتكر ان انا لما اتغربت في جامعه اسيوط، يعني عشت في اسيوط 4 سنين، نشكر ربنا يعني اذا كنت اتحرمت من الخدمه في بلد الاصليه اللي هي بهجوره، لكن ربنا رتب ان انا يعني
أخدم في جامعة في أسيوط في مدارس أحد في أفتكر جمعية اسمها جمعية جنود المسيح، وكان لي خدمة برضو فيها. وكنت لما أرجع البلد في الأجازة بتاعت الكلية مثلا يبقى أرجع تاني للخدمة بتاعتي وكده. فسواء كنت في بهجورة بلدي الأصلية أو كنت في أسيوط كنت الخدمة يعني ملازمة ليا. سيدنا في الفترة دي يعني نيافتك بتحكي فيها أنك كنت قد إيه ملتزم على الرغم من البعد عن العيلة والأسرة، ولأننا بنتكلم في الحلقة النهاردة عن الرعاية ودور الأب والراعي، مهم أن الراعي يدور على الشباب والولاد المغتربين اللي بيحتاجوا يمكن رعاية أكبر من الناس اللي موجودين جوه عائلاتهم أو أسرهم. يعني هل ده يعني نيافتك من خلال خبرتك في انك كنت انسان مغترب او شاب مغترب، فازاي النقطه دي بتاثر في حياه الشباب؟ يعني حس ان في حد بيسال عليا بيدور عليا عارف ان انا محتاج لحاجه ومفيش حد قريب مني من اصدقائي او من عيلتي. هو طبعا الرعايه والافتقاد مطلوب من الراعي ان هو يدور على الرعايه بتاعته، ما يكتفيش بالناس اللي تجي له لغايه عنده في الكنيسه. يدور على الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. في مثل الخروف الضال علمنا سيد المسيح ان هو ساب 99 اللي هم معاه وراح يدور على الخروف الضال. والسماء بتفرح بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 بار لا يحتاجون الى توبه. فمطلوب من الراعي ان هو يفتقد الرعيه بتاعته ويدور على الناس اللي هي مش بتيجي الكنيسه ويفتقدهم. ما يكتفيش بالناس اللي هي بتيجي لغايه عنده. في انسان ممكن مجرد زياره ليه تخليه يجي الكنيسه ويرتبط بالكنيسه ويبقى موجود دايما في الكنيسه. فالراعي يعني يتعب وهو في سبيل ان هو يريح الرعيه بتاعته او يريح شعبه. الرعايه بذل، الرعايه غسل ارجل وليست كرامه وراحه. ويعني في يعني المفروض الراعي يتعب علشان شعبه يرتاح. طبعا المفروض الراعي يتعب علشان شعبه. طبعا وزي ما بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم، يعني اذا كان الشهيد بيموت يوم مره او بيستشهد وبيموت مره واحده، لكن الراعي بيموت كل يوم عشان خاطر يريح شعبه ويبقى شعبه مع ربنا. بتفرق كتير جدا يعني يمكن مع الناس او مع الشباب اللي في بدايه طريقهم ان يلاقي الحب ويلاقي الاحتضان ويلاقي الاحتواء حتى لو حواليه مؤثرات كتير ممكن تاخده بعيد عن طريق المسيح، لكن بيلاقي عوامل الجذب للاتجاه التاني طول ما في خدمه ورعايه واحتضان زي ما نيافتك اتفضلت وقلت دلوقتي بيكون في استجابه سريعه. يعني هم بيكونوا حاجه حلوه لكن محتاجين الراعي اللي يعمل ده. طبعا ويعمل ناس كتيره بعدت عن الكنيسه وعن طريق ربنا لانها ما لقتش رعايه من راعي امين يدور على شعبه ويفتقده باستمرار. يعني الحياه الروحيه دايما تدرج، بتبدا بخطوه وكل ما الانسان يسيب نفسه في ايد ربنا بيتدرج في حياه النعمه والحياه الروحيه. فكره الرهبنه جت امتى في بال نيافتك؟ الحقيقه يعني ممكن اقول انا لغايه ما خلصت الكليه شاب عادي يعني بيفكر انه يعيش الحياه الطبيعيه لكل الناس. وحتى بعدين اشتغلت في شركه ادويه افتكر قعدت فيها حوالي 8 سنين وبرضه حياتي ماشيه طبيعي يعني. لكن الحقيقه اثر فيها موقف يعني موت احد الاحباء اللي انا كنت اعتز بيهم جدا، فاثر فيها فعلا هذا الموقف وابتدت الفكره تنمو صغيره فكره الرهبنه يعني. ومع الوقت ابتدت تكبر وابتديت حقيقة اتردد على أديورة. وفعلا بعد كده الموضوع ثبت مع في ذهني وكده، وفعلا ابتديت اتجه نحو هذه الخطوه ان اتردد على أديورة لغايه ما ربنا رتب ان انا دخلت دير المحرم. لكن اقدر اقول ان انا ترددت الاول طبعا على دير الانبا شنوده في سوهاج. وأول حاجة تاني كمان يمكن حاجة معروفة للبعض إن أنا فعلا كان نيافة الأنبا كيرلس أسقف ناجع حمادي طلبني يرسمني كاهن الحقيقة. فكان فكرة الرهبنة يعني اختمرت في ذهني وثبتت الحقيقة، فقلت له لا أنا يعني هسلك في طريق الرهبنة. فهو الحقيقة اللي قال لي طب خلاص طالما عاوز تتراهبن يبقى روح دير العذراء المحرقة. يعني وقتها هو اللي رشح لنيافتك الدير. الدير قال لي يعني هو سابني براحتي خلاص مش عاوز تبقى كاهن متزوج في العالم خلاص روح دير، بس طب روح دير الست العذراء المحرة يعني. وفعلا يعني سمعت نصيحته وقابلت
سيدنا نيافة الأنبا ساويروس المتنيح، وتقابلت معاه وربنا رتب ودخلت دير العذراء في المعركة. وربنا طبعا هو اللي بيرتب كل الطرق، ليس للإنسان أن يهدي طريقه طبعا. مش شرط أن الفكرة تكون عند الإنسان في فترة مبكرة من حياته، يمكن في ناس بتاخد قرارات ناس بتشوفها أنها متسرعة شوية، يمكن يعني قبل ما نسيب الجزئية دي، لأني كل الشباب أو كل إنسان بيفكر أنه يقدم على حياة الرهبنة وشايف جواه النبتة أو البذرة دي، نيافتك تقول له ايه او تنصحه بايه؟ يعني ازاي يتاكد من ان الفكره اللي جواه دي فكره صحيحه، انه يقدر على حياه الرهبنه وحياه الجهاد، وما يكونش ربنا شايف له رساله بشكل مختلف في العالم. هو فكره التسليم اللي يرتبه لي ربنا مهمه جدا. انا ممكن تكون عندي فكره الرهبنه، لكن ممكن يكون ربنا شايف لي طريق تاني انسب ليا او يناسب ظروفي. وياما ناس كانت مصممه جدا انها تسلك في طريق الرهبنه، لكن ربنا سمح ان هو يغير الطريق بتاعهم، وبعد كده اكتشفوا انه فعلا طريقهم الصح اللي هو اختاره لهم ربنا. اذا كانت فكره الرهبنه موجوده عند الانسان، يصلي كتير ان ربنا يكشف له اذا كان ده طريقه ولا لا. وبرضو اقدر اقول ان الرهبنه وسيله وليست هدف، وسيله وليست هدف. بمعنى ايه؟ القداسه مطلوبه من الكل، ان الانسان يعيش حياه القداسه دي للكل، يعني كونوا قديسين دي مطلوب من الكل، والسماء بيدخلها الكل مش الرهبان بس. الرهبنة بقول دي وسيلة وليست هدف، يعني ممكن إنسان برضو يكون عايش في العالم ويعيش حياة مقدسة جدا، ويكون لي بيت وأسرة، ويبقى بيته كنيسة مقدسة، ويبقى كويس جدا. إذا كان الإنسان يعني شايف عنده رغبة للرهبنة، يصلي كتير إن ربنا يكشف له إذا كان ده طريقه. ومهم جدا برضو الهدف المستقيم في الحاجة اللي أنا عاوزها، يعني أنا عاوز الرهبنة عشان ربنا، ما فيش حاجة تغير هذا الهدف أو تضيع هذا الهدف مني. ما يكونش في هدف تاني، يعني ممكن حد يفكر أنه يتخذ طريق الرهبنة هروب من ظروف معينة في العالم. وارد وارد طبعا، واللي زي كده يعني بيفشل، يعني أو بيجي في منتصف الطريق أو في أوله أو في نصه وبيتعب، ويبقى ممكن يعني عرضة لأنه ممكن يتعب في الرهبنة طبعا، وممكن أكتر من كده ممكن كمان يسيب الرهبنة. فالهدف المستقيم في الرهبنة مهم جدا، أنا هدفي ربنا ومش عاوز حاجة من الرهبنة، مش عاوز منها أي كرامة أو أي شيء. الرهبنة ترك وليست أخذ، ترك وليست أخذ. فالإنسان يكون متأني في قراره، يعني طبعا. لو نيافتك بتدي روشتة لكل إنسان النهاردة، شاب أو شاب بيفكر أنه يسلك طريق الرهبنة، هل يكتفي فكرة أنه ياخد خلوات في الأديرة ويتردد عليها، ولا إزاي يتأنى ويسمع صوت الله أنه لا أنا شايلك رسالة في حتة تانية، أو هو ده طريقك اللي أنا اخترته لك، يعمل إيه؟ مهم جدا أول حاجة يصلي، ويصلي بحرارة وبلجاجة عشان ربنا يكشف له إذا كان ده طريقه، وفي نفس الوقت يسلم الأمور لربنا، ما بقاش مصمم على هذا الطريق حتى لو كان شايف أن بتردد على أماكن كتيرة ومش راضين يقبلوه، يسلم الأمور لربنا. يمكن ربنا شايف له طريق تاني أنه ممكن يعيش حياة طبيعية في العالم ويخدم في العالم، ويبقى ده هو الطريق اللي اختاره ربنا. فزي ما قلت الرهبنة مش هي الهدف، هي وسيلة توصل لربنا. وبرضو طريق الزواج، وممكن إنسان بخدمته لربنا في العالم يبقى برضو في مستوى مقارب لراهب أو زيه. وكلنا يعني نعرف قصص كتيرة جات في البستان. أنبا أنطونيوس مثلا في يوم جاله فكر أنه وصل لحالة قداسة ما وصلهاش أي حد، ربنا قال له في مثلا طبيب في اسكندرية لو أنت شفت حياته هتلاقيه يعني مقارب ليك أو كده. أعتقد برضو في قصة لأبو مقار لما جاله فكر برضو أنه هو محدش وصله في مستوى القداسة اللي هو فيه، ربنا أرشده أنه هو يروح لاثنين سيدات في اسكندرية برضو عايشين في حياة محبة ومتزوجين وليهم حياة مقدسة توازي حياة أبو مقار. يعني الفكرة مش في رهبنة أو في زواج، المهم أن الإنسان يكون مع ربنا في كلتا الحالات، في كلتا الحالات يكون مع ربنا. ممكن يكون أكتر من طريقة أو وسيلة ربنا ممكن يحطها قدام الإنسان، لكن المهم يكون الهدف واحد. بالضبط كده، الهدف هو ربنا، لكن نسلك طريق الرهبنة طريق العالم والزواج مش هو الهدف، الهدف هو ربنا. الهدف هو ربنا. اسمح لي نيافتك أقف عند نقطة معينة نتكلم عنها بشكل عام، وبعدها نتكلم عنها بشكل شخصي في حياة نيافتك.
الرهبانة يمكن بعض الناس بتشوفها زي ما قلت في الأول إنها ناس بتهرب من ظروف بتتعرض ليها في العالم فتقول أنا هدخل الدير وارتاح من كل ده، أو في ناس بتشوف إنه الرهبان مرتاحين وعايشين حياة كويسة أكتر من إني أنا أشتغل واتعب وفي الآخر يعني الفلوس ما بتكفيش الحياة، يعني بيشوفوا الرهبانة من برة القشور. لو وصلنا صورة مبسطة عن الحياة الرهبانية اللي لغاية دلوقتي ومهما اختلفت الأزمنة ومرت فيها حاجات ثوابت لا تتغير. معروف أن الرهبانة تبنت على أسس اللي هي البتولية، التجرد، الفقر الاختياري، حياة العزلة والانفراد طبعا. دي الأسس اللي تبنت عليها الرهبانة. لو الراهب فقد كل ده يبقى ما لا يميزه شيء عن الشخص العادي اللي هو موجود في العالم، بل يعتبر يعني دينون عليه أنه ما يلتزمش بالأسس الرهبانية أو بالنظور الرهبانية اللي هو يعرفها جيدا وجاي من أجلها. كونت أن إنسان يجي الدير علشان يهرب من ظروف معينة أو شايف أن الرهبانة راحة، من قال أن الرهبانة راحة؟ ده في حقيقة الرهبانة جايز نتيجة الظروف اللي اتغيرت، مثلا إمكانيات الأديرة زادت بلا شك طبعا، ده يمكن أثر أو خلى البعض يفتكر أن الرهبانة راحة، الرهبانة ما فيش التزامات، ما فيش مشاكل زي الناس المتزوجين. لا طبعا، الراهب بيشتغل المفروض ويتصدق من إذا كان عنده حاجة، يعني برضه يتصدق إذا كان عنده فلوس أو أي حاجة من الدخل اللي بيديه له الدير مثلا. فليست الرهبانة حياة جهاد وليست حياة راحة طبعا. والراهب اللي هو يتوانى ويفتكر ان هو يعني يعيش في الدير كده من غير جهاد طبعا دي دينونة عليه طبعا، ويبقى معرض ان هو طبعا يدان على كل هذا. لا يعني الرهبانة حياة جهاد وجهاد قانوني كمان، وزي ما قال القديس بولس الرسول لا يكلل احد الا لم يجاهد قانونيا. ومش معقول ربنا هيطالب الشخص العادي بره اللي هو تعبان في شغله واللي هو متكفل بأسرة زي ما يطالب إنسان كرس حياته كلها. ربنا بإرادته، محدش غصبه على كده. الراهب جاي للدير بإرادته وعارف كويس أن الرهبانة حياة جهاد وحياة صلاة وحياة تكريس القلب والفكر لربنا. إذا ما التزمش بكل ده طب فرق إيه عن العلماني اللي هو بره اللي هو مطالب بحاجات كتيرة جدا؟ فمسؤولية كبيرة على كل راهب يهمل في جهاده القانون، بيفقد الهدف. يعني احنا النتيجة هتكون لأي إنسان ممكن يشوف الرهبانة قشور من بره ويدخلها من غير ما يقتني الهدف الأساسي أو يقدر يوصل له، زي ما نيافتك اتكلمت دلوقتي، يبقى هنا كل حاجة ضاعت. بالضبط كده، بالضبط كده. يعني مرة واحد بيقول لي ما لهم الرهبان دول كسبوها دنيا وآخرة مثلا. كويس كسبوها دنيا وآخرة لو الراهب التزم بجهاده القانوني وبالحياة الرهبانية السليمة. لكن لنفترض راهب أهمل وعاش حياة فيها رخاوة وعدم جهاد، ما أعتقدش أنه خالص كده يعني أو حقق الهدف اللي جاء من أجله في الدير. وأنا بقول حتى في أثناء الزيارة لأي دير، لما الإنسان بيبقى داخل بهدف معين سواء أنه بيفكر في الرهبانة فجاي ياخد خلوة أو جاي يزور الدير، بدل ما العين تشوف القشور ونبدأ ننقد أو نشوف الرهبان أنهم قد إيه الأباء مرتاحين أو كسبوا دنيا يعني قبل الآخرة زي ما الشخص ده قال لنيافتك، لكن أشوف بنظرة مختلفة، بنظرة روحية، لأن بلاش أحكم على الأمور بسطحية ومن بر. طبعا طبعا، القديس يوحنا الدارجي مثلا بيقول إيه؟ يعني عجبي على الذين نجوا من لجة العالم وهلكوا في البرية برضو. ليس دخول الإنسان للدير هو منتهى المطاف، ولكن بداية لحياة فيها جهاد وفيها مصابرة وفيها احتمال. إذا سلك في هذا الطريق إلى المنتهى طبعا هينجو ويخلص، ولكن إن أهمل وتراخى لا معرض إن هو يهلك. يعني مطلوب من كل إنسان يسلك في هذا الطريق أنه يجاهد الجهاد القانون. أكيد. طيب ناخد نفس النقطة دي بس لو قلنا بشكل شخصي، بداية دخول نيافتك للدير كراهب فترات الأولى في حياة الرهبنة، علاقتك بالمتنيح الأنبا ساويروس وعلاقتك بيه كأب وعلاقته بنيافتك كابن لي، الرعاية شفتها فيه إزاي في الوقت ده لو حكيت لنا عن الفترة الأولى في الرهبنة؟
هي طبعاً الحقيقة كان يافت الأنباء ساويروس أب يحتضن كل أولاده اللي هم ترهبنوا على إيديه، يهتم باحتياجات كل فرد فيهم، يحاول يريحه من كل النواحي، خاصة طالب الرهبانة ده يعني اللي هو لابس الجلابية البيضة ده بالنسبة له يعني إيه، كان يهتم بيهم جداً لأنه لسه يعتبر في حياة الطفولة في جوه الدير يعني. هي طبيعة الفترة دي بتبقى إيه؟ الفترة دي بالذات بيهتم بيهم جدا بكل احتياجاتهم الروحية، ولو طلب أي طالب الرهبانة يقابل سيدنا كان في أي وقت يعني يسمح له يقابله رغم مشاكل رغم يعني مشاغله كتيرة، عكس راهب تاني مثلا ليه فترة طويلة في الدير ده خلاص بقى يعني المفروض كبر بقى ويعتمد على نفسه شوية، لكن كان اهتمامه بطلبة الرهبانة بالذات وهم لسه يعني في مبتدأ حياتهم الرهبانية اهتمام كبير جدا، لغاية لما مثلا طالب الرهبانة يترسم يبقى راهب عشان يبقى كده ايه وقف على رجليه شوية يعني وعظمه نشف في الحياة الرهبانية. ممكن طبعا ما كانش يهمله لكن كان يعني برضه يوفر له كل احتياجاته الحقيقة من زي يعني من كل النواحي طبعا. فنيافة الأنبا ساويروس كان أب الحياة بمعنى الكلمة، كان إنسان بمعنى الكلمة، يهتم براحة ولاده من كل النواحي، احتياجاتهم النفسية والجسدية والروحية، ويفتقدهم دائما الحياة يعني. فربنا ينيح نفسه الحياة، كان إنسان فعلا بمعنى الكلمة، خدم الدير أكثر حوالي 40 سنة طبعا من سنة 1977 لغاية 2017، أثاره واضحة في كل شبر في الدير الحقيقة، من تعمير رهباني، تعمير يعني عاوز أقول لك إذا كنا إحنا في الدير حاليا 135 راهب فيما فيهم أنا يعني، نيافة الأنبا ساويروس هو رسم حوالي 132 منهم، يعني في 3 رهبان بس رسمات غير الأنبا ساويروس. فهو كان أب عمر في الدير رهبانيا وروحيا ومن كل النواحي الحياة. أكيد نيافتك اقتنيت من المتنيح الأنبا ساويروس صفات كتير شفتها، حابة أن أنا أعرفها ونتكلم عنها، لكن خلينا مع نيافتك ومع كل السادة المشاهدين نخرج لفاصل ونرجع نستكمل مع كل لقاء. برحب بحضراتكم مرة تانية وبنستكمل معاكم اللقاء الخاص جدا والحصري على شاشة قناة سي تي في مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المعذراء بالمحرق. برحب بيك سيدنا مرة تانية. أهلا يا هبة. نستكمل كلامنا عن الصفات اللي أكيد أثرت جدا في حياة نيافتك الرهبانية واللي اتعلمتها أو أثرت في شخصيتك أو في تكوينك في فترة الرهبانة من نيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا ساويروس. سيدنا مثلث الرحمات نيافة الأنبا ساويروس كان إنسان قدوة لينا طبعا في إنه عاش راهب فعلا. كان مثلا في الكنيسة فعلا يعني تخيلي لما فعلا في سهره زي سهره كهك دي بنقضي فتره طويله جدا جوه الكنيسه، فكان فعلا يعني واقف السهره كلها على رجليه، وكان اب وقدوه لينا في هذا الامر برضه، في حضوره للتسبيحه، في حضوره للقداسات، الصلاه بالروح، كل دي صفات حلوه اتعلمتها منه. برضه زي ما قلت قبل كده كان انسان بمعنى الكلمه، يهتم بمشاعر كل واحد من ولاده، يهتم براحته من كل النواحي، كان أب وراعي برضه من كل النواحي، يوفر كل احتياجات ولاده، ودايما كان يعلمنا لو عاوز أي حاجة اطلبها مني ما تطلبش من أي حد تاني، الابن يطلب من أبوه. فعشان كده كل ولاده حقيقة يعني كانوا عندهم خضوع لي ومحبة كاملة لي يعني.
طريقة تعامل الأنبا ساويروس مع المشاكل، الخلافات أو الاختلافات، وفي أي مكان ممكن يحصل ده، لكن أكيد كان ليه سياسة معينة وطريقة معينة بتدوب أي حاجة تكون موجودة. إيه الطريقة اللي كان بيتعامل بيها؟ والحقيقة يعني قليل ما شفته في حالة غضب أو نرفزة، رغم طبعا وجود بعض المشاكل. طبعا كان يتعامل مع المشاكل بأعصاب هادية، باتكال على ربنا إن ربنا يقدر يحل كل المشاكل. لو مشكلة مثلا هتاخد وقت، نصبر عليها لغاية ما تتحل. لو واحد من أولاده مثلا عنده مشكلة يحاول يشجعه ويصبره لغاية ما تنتهي المشكلة دي. فكان بيتعامل مع المشاكل بروح الصبر والاحتمال لغاية ما المشكلة تتحل. هتاخد وقتها إن شاء الله وتتحل يعني المشكلة، لكن عمره ما تعامل مع المشكلة بعصبية أو نرفزة أو ضعف أو كده. أحيانا بتبقى في مشاكل كتيرة ونعرف إنه عنده مشكلة، ومع ذلك نلاقيه مبتسم وبشوش إن شاء الله تتحل يعني. فدي حتى تدل على اتكاله على ربنا، وإن ربنا هيحل كل المشاكل حتى لو خدت وقتها يعني. في نفس الوقت لو الموضوع احتاج للحزم، يعني المفروض أن الراعي بيكون عنده كل الصفات دي، يعني يملك الحزم مع الحنان بالضبط كده يعني المحبة المغلفة بالحزم. وحتى لو في مواقف تحتاج لحزم، لكن حزم مغلف بالمحبة برضو. يعني أنا بعمل كده لمصلحتك يا ابني، مش بأذيك أو بنتقم منك. لو أي حد فينا مثلا كبشر معرضين لأي خطأ، كان يتعامل معاه بحزم، لكن الحزم اللي هو يبين له أن أنا بعمل كده لمصلحتك علشان ترجع عن أي خطأ ارتكبته يعني. فدي طبعا هي دي الرعاية طبعا. يعني الراعي اللي هو مش قاسي على أولاده، أو يعني لو أي واحد من أولاده أخطأ يروح يضربه بالعصا اللي هو، لكن كان يعني إيه بمحبة وبحنان يعالج كل خطأ بحيث يرجعه عن هذا الخطأ اللي هو ارتكبه يعني. جميل. خلينا نمشي خطوة أو مرحلة تانية في حياة نيفتك. والإنسان لما بيفقد الأب بيحس أنه شوية مهزوز، بيحس أنه متلخبط، بيحس أنه طب اللي جاي هيبقى شكله إيه، بيحس أحيانا ببعض القلق، لكن بيبقى مع ده في ثقة في اختيار الله أو رعايته ليه في حياته في الفترة اللي بيكون متلخبط زي ما بقول فيها. بعد نياحة الأنبا ساويروس وأحاسيس ومشاعر نيفتك كانت إيه في الوقت ده؟ تفكيرك كان رايح لفين بخصوص حتى ولو نقول الدير وأحوال الدير؟ يعني إيه اللي دار في فكر نيفتك وقتها؟ هو الحقيقة طبعا يعني أصعب لحظات بتمر على الدير في حالة فقدان الأب، أب الدير يعني لما يتنيح طبعا. كل راهب فينا بيفكر يا ترى الأمور هتوصل لفين، يا ترى مين هيجي بعد كده. نفس الأفكار دي أعتقد جات لنا طبعا يعني بعد نياحة سيدنا، يا ترى مين هيجي للدير، وهن إن شاء الله ربنا يبعت حد يكون في حنان سيدنا وفي طيبة قلبه وحنيته علينا كلنا. يا رب اختار لنا الراعي الصالح اللي هو يرعى شعبه بطهارة. دي الطلبة اللي بنطلبها في الفترة ما بين انتقال رئيس الدير لغاية اختيار الراعي الجديد. بنقول يا رب اختار الراعي الصالح اللي يرعانا بطهارة ومحبة وعدل. اختبال حضرتك. فدي دائما بنصليها، يا رب اختار الراعي الصالح، اختار الصالح. ودي اعتقد دي صلوة كل راهب في الفترة دي لغاية ما الأمور بتتكشف طبعا وتظهر أسماء، ونصلي يا رب اختار من الأسماء اللي هي ظهرت على الساحة دي مثلا، لغاية ما ربنا بيشاور على حد معين يكون هو مثلا أب للدير وهو اللي اختاره ربنا يعني. وقت ما ربنا شاور على نيافة الأنبا بيقول أحاسيسك ومشاعرك في الوقت ده، يمكن لو حبينا نوصفها أنا أتخيل أو أتوقع أنها يعني يمكن فيها أحساس بأن الواحد هيتاخد من حياة الوحدة، الصلاة، التركيز في الرهبانة لمسؤوليات أكبر. فإيه اللي جال في خاطر نيافتك لحظة ما العناية الإلهية شورت على نيافة الأنبا بيقول؟ هو طبعا يعني عاوز أقول لك أحاسيس مختلطة ما بين يعني ثقل أو المسؤولية وتغيير طريقة الحياة، وبلا شك يعني الأمور كبيرة ومسؤولية خطيرة يعني. ففعلا يعني الواحد كان شاعر بجسامة المسؤولية اللي هتلقى على عاتقه.
لكن ما فيش حل سوى نقول يا رب إذا كان ده اختيارك تحت أمرك يا رب. ليس الإنسان يعني أن يهدي طريقه، أنت اللي بتختار للطريق الإنسان اللي هو الطريق اللي تختاره أنت. تسليم. فبكل الخضوع يعني لتكن مشيئتك يا رب، لتكن مشيئتك يا رب، بس ادي المعونة وادي الحكمة وادي القدرة أن الإنسان يعني يحتمل كل شيء ويصبر على كل شيء. وفعلا لولا معونة ربنا ومساندته لأي راعي يعني يخور تحت ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه يعني. طيب لو تكلمت عن صعوبة المسؤولية، يمكن نيافتك كلمتنا عن فترة رعاية نيافة الأنباساويروس المتنيح للدير 40 سنة بيخدم الدير، وأكيد في خدمات أخرى ممتدة لخارج أسوار الدير نيافتك تكلمنا عنها. بدأت منين يا سيد؟ الحقيقة أنا كملت على ما بدأتش من جديد، يعني أنا كملت الخطوات اللي ابتداها سيدنا. زي ما قلت حضرتك الدير مسؤولياته تتخطى أسوار الدير، يعني إحنا لينا خدمات خارجية حتى جوه الدير، صدقيني لينا خدمات بنخدم بيها يعني يعتبر بره الدير من جوه الدير. زي إيه؟ زي مثلا يعني الدير مثلا الوحيد اللي فيه كلية إكليريكية هو دير المحرق. كلية كليريكية موجودة جوه الدير، فيها طلبة بتيجي من كل المحافظات، ودول بنعدهم إعداد روحي وعلمي علشان يتخرجوا، وغالبا بيبقوا كهنة لأن دي كلية صباحية، والكليات الكليريكية الصباحية في مصر عموما ما فيش غير اتنين بس، في الأمبرويس في العباسية وفي دير المحرق. لكن كل الكليات الإكليريكية الباقية كليات مسائية، ومعروف ان الكلية الإكليريكية الصباحية غالبا وبنسبة اكتر من 95% اللي بيتخرج منها بيبقى يترسم كاهن. فدي مسؤولية على الدير ان هو ينشئ جيل يصلح ان هو يخدم برا ويطلعوا كهنة يعني صالحين في يخدموا الشعب المسيحي برا. فدي مسؤولية من مسؤوليات الدير بنخدم بها جوه الدير. الدير برضو في معهد ديديموس للعرفة، يعني اللي يطلعوا مرتلين دي برضو خدمة بيقدمها الدير للكنيسة، ودي برضو خدمة مش هينة ومش سهلة، ان لما يتخرج شخص سواء كفيف او مبصر انه يبقى معلم كنيسة ويقود شعب في المردات وفي الالحان، دي مسؤولية كبيرة برضو. دي حاجتين جوه الدير، الدير بيخدم بيهم المجتمع وهم جوه الدير برضو. لكن من في حاجات تانية جوه الدير، مثلا لينا مستشفى في أسيوط، مستشفى سانت ماريا بتخدم المجتمع، لينا بيوت طالبات في أسيوط وهكذا، عشان يعني أبناء القرى أو المراكز المحيطة بالدير لما يتعلموا ويكونوا مغتربين تكونوا مطمنين عليهم في متابعة. يعني بيوت الطالبات اللي في أسيوط حوالي هم 3 بيوت بيخدموا الحقيقة مش بس الطالبات المغتربات من نواحي الدير، ولكن من كل النواحي يعني سواء من القاهرة لأسوان مثلا، ممكن لو هم طلبة في أسيوط بيسكنوا في البيوت دي طبعا، وليها برنامج روحي، وبنحاول برضو ان يعني نسكن بناتنا في مكان يبقى حلو يعني يناسبهم. يعني انتوا تحديدا يعني نيافتك شايفة انك بتركز على الاهتمام بالطالبات اكتر كمان من الشباب؟ والحقيقة ده مش اهتمامنا، ده هو سيدنا ربنا ينيح نفسه نيافة الأنباساويروس هو اللي انشأ البيوت ده. انا دخلت على تعب والحقيقة ما انشأتش حاجة لسه، انا لسه يعني مبتدئ ليا 6 شهور دلوقتي، فهو اللي انشأ البيوت دي، وهو يعني اهتم ان البيوت دي تبقى للطالبات مش للطلبة. ليه؟ لان يعني الطالب برضه ممكن يسكن في اي مكان، لكن البنات عاوزين رعاية خاصة طبعا وكده، بتكون مسؤوليتهم اكبر، مسؤولية الكنيسة بالنسبة لهم اكبر يعني. فعشان كده اهتم سيدنا أنباساويروس ببناء بيوت للطالبات اكتر من الطلبة. لو قلنا خدمات تانية للمناطق المحيطة بالدير، يمكن في ناس بسيطة، القرى البسيطة اللي مفيش حد ممكن يوصل لهم يخدمهم يوصلهم كلمة ربنا، اللي ما بيهتموش مثلا بولادهم في التعليم، يعني بنشوف احيانا بعض السلبيات في أماكن لأن ما فيش خدمات بتوصل لهم. الدير بيتعامل مع الأماكن دي إزاي؟ بيخدمها إزاي؟ هو في نقطة برضو أقدر أقولها بالنسبة لدير المحرق، يعني بروشيت الدير المحرق مش الدير بس، يمكن دي تختلف عن أديرة تاني، إن الدير المحرق فيه بروشية تابعة لي يعني شعب حوالين الدير، فيه قريتين، قرية رزقة الدير وقرية اسمها عزب التومة، والتواجد المسيحي فيها حوالي أكتر من 20,000 مسيحي، فدي أعداد مش صغيرة، ودي مسؤولية رعاية الدير يعني هنا.
يعني إبرشية مش مستقلة بذاتها لكن تتبع الديرة. تتبع الديرة يعني إبرشية الدير المحرق الدير بالإضافة للقرى اللي حوالين الدير. لكن الكثافة السكانية للمسيحيين حوالين الدير عدد لا يستهان به، حوالي 20,000 مسيحي أو أكتر، وده عدد مش سهل يعني طبعا. فدول مطلوبين رعاية الدير المحرق ليهم، فدي برضو مسؤولية تانية بتقع على عاتق الدير المحرق. فطبعا الدير ورئيس الدير بيهتم بيهم، يعني في حوالي 10 كهنة بيرعوا أبناء الشعب دول، 10 كهنة، وفي 3 كنائس كبيرة منهم كنيسة كبيرة جدا، كاتدرائية كبيرة جدا، فكله ده الدير بيرعى القرى اللي حواليه دي بالمتابعة مع الدير. يعني على فترات مثلا الأباء الكهنة بيتواصلوا مع نيافتك بمشاكل الإبرشية بالخدمات اللي بتحصل فيها، وليه لقاء شهري مع الكهنة وعلى اتصال دائم بيهم لأن دي مسؤوليتي ودول مطلوبين رعاية مني طبعا. فعدد كبير برضو بزورهم دايما وأصلي في الكنائس دي برضو وبتابع مع الآباء الكهنة وكده. ارتباط الناس، ويمكن احنا ده شفناه ولو لساعات قليلة احنا قضيناها النهاردة في الدير، ارتباط الناس بالمكان بالدير، بنشوف ان هما داخلين مش مجرد زيارة لكن في صلة كده غريبة ربطهم بالمكان، في حب باين في وشهم هما داخلين وكأنهم بيحضنوا حيطان الدير وهم داخلين. السر ده يعني لو نيافتك كلمتنا عنه وصفت لنا مشاعر لانها اكيد واصله كمان لنيافتك. ده احيانا تلاقي الناس يعني داخله الدير وبتزغرط، يعني ايه الفرحه اللي هم فيها دي؟ صحيح فعلا. ف طبعا المكان ليه طبيعه خاصه، يكفي ان السيد المسيح عاش فيه والعذراء مريم عاشت فيه طبعا، فده مد للدير طابع خاص طبعا. حتى الدير برضو اقدر اقول ان هو يعني من ساعة ما بقي دير ليه طابع خدمي للمجتمع كله، ليه طابع خدمي للمجتمع كله. عشان كده يعني الدير مش بتاع الرهبان بس، اقدر اقول يعني الدير ده بتاع المجتمع كله، لانه اصلا مكان عاش فيه السيد المسيح والعذراء مريم وكان معهم يوسف النجار. فطابع الدير المحرق طابع فيه طابع الخدمة وخدمة المجتمع اللي حواليه، وفي حاجات بتبقى مميزة للدير يعني مختلفة عن أي مكان تاني. وإذا سمحت لي نيافتك، يعني أنا شخصيا لما شفت القربان بتاع الدير ويعني أكلنا منه حاجة واحد ما شافهاش أو ما دقهاش في أي مكان تاني، وأكيد في حاجات تانية كتير زي كده، لو نيافتك كلمتنا عن ما يميز الدير المحرق. أنت مثلا قلت القربان، قربان الدير المحرق بيتعمل من القمح، وتلاقي شكل القربانة منتظمة جدا، يعني قليل جدا ما نلاقي فيها خطأ مثلا، عكس القربان اللي بتعمل من الدقيق الفينو، القربانة يعني شكلها إلى حد ما مش منتظم قوي. لكن القربانة اللي بتتعمل من القمح قبل ما تدخل الفرن تبقى شكلها بعد ما طلعت من الفرن هي نفسها، يعني وضوح الخروم وطعمها طبعا، يعني اللي بيقول عليه زي السكر كده، حاجة مميزة طبعا لدير المحرق. حاجة تاني الأباركة مثلا بتاعت الدير برضو ليها طعم مميز، لدرجة ان سمعت قصة يعني بيقولوا ان قداسة البابا تودروس الثاني صلى مرة في النمسا فأعجب جدا بطعم الأباركة، فأسألهم دي منين، يعني قالوا له دي من الدير المحرق، ففعلا طلب الأباركة دي. ودي قصة سمعتها يعني ان قداسة البابا تودروس أعجب جدا بأباركة الدير المحرق. دي حاجات بتميز الدير. طبعا في مشروعات تانية كتيرة زي مشروع مثلا عسل النحل برضو، دي يعني حقيقة مطلوب جدا من الناس كلها وكل الناس بتطلب عسل الدير المحرق. بقى الدير في حاجات تانية يمكن عادية زي ورشة نجارة، ورشة حدادة، ورشة أركت، حاجات زي كده بتميز الدير يعني. لكن طبعا أقدر أقول اللي يميز الدير ومش موجودين في دير تاني اللي هو الكلية الإكليريكية ومعهد ديموس العرفة، دول حاجتين موجودين في الدير وبيخدم بيهم الدير الكنيسة طبعا. الحال بيميز الدير يعني لو قعدنا نعدد هنلاقي حاجات كتير، هنبتديها بالفترة الطويلة اللي قضيتها العائلة المقدسة في المكان هنا طبعا. ميز الدير الحاجات اللي نيافتك قلتها واللي احنا يعني قدر المستطاع قدرنا اننا نشوف بعض منها. لو قلت اكتر حاجة بتسعد قلب نيافة الانبا بيقول هي ايه؟ أكتر حاجة بتفرحك يا سيدي؟
أكتر حاجة طبعاً بتفرحني لما أبقى وسط إخوات الرهبان، مش هقدر أقول يعني صح أنا أب الدير، لكن أنا خرجت من وسطهم كده. أنا أقدر أقول لك أنا ترتيبي في الأقدمية في الدير رقم 90، فأنا بعتبر نفسي أخو الرهبان، وإن كنت أب الدير لكن ببقى فرحان جداً وأنا موجود وسطهم كده، وكلنا بنصلي وكلنا بنسبح، مشاعر فرحة غير عادية بتنتابني طبعاً في الأوقات دي طبعاً. المعادلة دي صعبة، إن الراعي والأب يكون هو كمان الأخ، يعني أنا من وسطهم لكن في نفس الوقت أنا المدبر والراعي للمكان. نيافتك بتشوف التوازن ده بيحتاج مجهود كبير؟ بيحتاج طبعاً مجهود، ويحتاج إن الإنسان ما ينساش برضو نفسه، إن هو حتى لو كان يعني ربنا سمح إن أبقى يعني أب الدير، لكن مش ناسي برضو إن أنا وسط إخوات الرهبان طبعاً، زي ما قلت لحضرتك أنا رقم 90 في ترتيبي في وسط إخوات الرهبان يعني، فأنا بعتبر نفسي أخ وسطيهم، وحاطط في ذهني دايماً إن أنا في خدمتهم في أي حاجة. أعتقد أنه مش بالرقم لكن العناية الإلهية، لما هي اللي بتشاور وهي اللي بتختار وبكامل التسليم والإرادة لاختيار ربنا، بيكون عمل الله واضح في المكان وبين الناس اللي موجودين في المكان، والمحبة اللي احنا شفناها وحسناها بين كل الأباء هنا وعلى رأسهم نيافتك ومحبتك الغالية والكبيرة سيدنا. وأنا مش عارفة أشكر نيافتك إزاي على اللقاء الرائع، لأنا شخصيا أسعدني جدا وتشرفت بيه، وبشكرك جدا سيدنا. ربنا خليكم وهبة، وأشكركم على تعبكم ومجيكم النهاردة وشرفتونا ونورتونا، وربنا يخليك ويخلي أسرة قناة سي تي في طبعا قناة لها خدمة كبيرة طبعا في خدمة الكنيسة وخدمة شعب الكنيسة، ربنا يبارك فيها وتنمو وتزدهر أكثر وأكثر يعني. دايما صلواتكم مرفوعة لأجل الرعية، ودايما الرعية بتطلب أن ربنا يساند خدمتكم كل أباء الدير. نيافة الحبر الجليل أنبا بيقول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، مرة تانية شكرا لك. شكرا يا ربنا معك. شكرا شكرا شكرا. أشكر كمان حضراتكم جدا على حسن متابعتنا للقاء الحصري على قناة سي تي في مع نيافة الأنبا بيقول، اللي استمتعت بيه شخصيا جدا واستفدت منه، أتمنى كمان الرسالة تكون وصلت لحضراتكم، وإلى اللقاء.